ونتحول الآن مباشرة إلى العاصمة نيروبي، وتحديدا إلى الزميل علاء رشوان موفد التلفزيون المصري إلى هناك. علاء، بعد التحية، يعني ضعنا في الصورة لديك بعد ختام الجلسة الافتتاحية، وأهم ما طرح من قضايا وموضوعات خلال هذه الجلسة. كما تابعنا يا محمد، اقتدمت منذ قليل وقائع الجلسة الافتتاحية للقمة نصف السنوية للاتحاد الافريقي التي تستضيفها العاصمة الكينية زامبيا بحضور السيد عبد الفتاح السيسي. السيد الرئيس يحضر هذه القمة وفعاليات واجتماعات هذه القمة بصفته رئيسا حاليا للجنة التشاورية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الافريقية للتنمية المعروفة بالنباد. ترأس السيد الرئيس هذه اللجنة لمدة عامين، من المنتظر أن يقدم ويرفع تقريرا شاملا لجهود الرئاسة المصرية للوكالة طوال العامين الماضيين خلال الجلسة المغلقة التي سوف تبدأ بعد قليل. يلقي خلالها السيد الرئيس كلمة مصر في هذه. علاء، قال السيد الرئيس ما تم إنجازه على عدة محاور. أولا فيما يتعلق بتحقيق التكامل الاقتصادي القاري بين الكتل أو التكتلات الاقتصادية الكبرى في القارة الإفريقية، وأيضا يستعرض خلاله الجهود المصرية لتحقيق وتنفيذ ما تم إقراره بإعلان منطقة التجارة الحرة عام 2019 إبان الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي. من المنتظر في جلسة أخرى مغلقة بصفة سيادته رئيسا دوريا حاليا لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27، يستعرض خلاله أيضا السيد الرئيس جهود الرئاسة المصرية مع شركاء التنمية ومع الشركاء الإقليميين والدوليين، الجهود الجارية للحد من التأثيرات السلبية على عمليات التنمية المستدامة في القارة الإفريقية. كما تابعنا وقائع الجلسة الافتتاحية، ألقى خلالها موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي كلمة، وأيضا رئيس جزر القمر بصفته رئيسا دوريا حاليا للاتحاد الإفريقي كلمات تتركز على أهم أهداف أجندة هذه القمة نصف السنوية، وهو تحقيق التكامل الاقتصادي القاري بين الكتل أو التكتلات الاقتصادية الكبرى في القارة الإفريقية. نتحدث هنا عن تجمع الكوميسا والسادات وتجمع جنوب شرق القارة الإفريقية، هذه التكتلات الاقتصادية التي تسعى إلى تحقيق الاندماج القاري فيما بينها بعد تحقيق عدة أهداف تتعلق بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة حتى عام 2063، ومن بينها تحقيق الربط البري والربط الملاحي بين دول هذه المجموعات لتسهيل انتقال وحرية حركة الانتقال البضائع والأفراد من وإلى شمال إلى وجنوب. أبرز المبادرات الرئاسية المصرية التي طرحت خلال العامين الماضيين، ومن بينها الربط البحري بين بحيرة فيكتوريا وبحيرة والبحر المتوسط. هذه المبادرة التي ينظر إليها بعين الاعتبار وتعمل على تسريع وتيرة تسهيل حركة العبور وعبور الأفراد والبضائع من وإلى شمال وجنوب القارة الإفريقية. مصر أيضا خلال هذه الاجتماعات، على الأقل الاجتماعات التحضيرية التي سبقت انعقاد هذه القمة على مستوى رؤساء ودول وحكومات القارة الإفريقية المشاركين في هذه القمة، كان لها مشاركات فاعلة عبر وفد رسمي مصري رفيع المستوى تتعلق بالإصلاح المالي والمؤسسي لآليات عمل الاتحاد الإفريقي. إذا ما علمنا أن مصر أحد أكبر الدول مساهمة في ميزانية الاتحاد الإفريقي بنحو 7.5% وحدها في ميزانية الاتحاد، كانت لها مساهمات فاعلة عبر هذه المشاركات في الاجتماعات التحضيرية لتقنين حركة انفاق الأموال على آليات عمل الاتحاد الإفريقي، وأيضا العمل على حشد التمويل اللازم لتنفيذ مقررات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي. هذه القمة نصف السنوية يحضرها 13 دولة، 5 دول هي أعضاء هيئة المكتب مكتب الاتحاد الإفريقي، و8 دول تترأس التكتلات الاقتصادية والملفات الهامة في الاتحاد الإفريقي. علاء،
علاء، تزال مطروحة على أجندة عمل القادة ورؤساء الحكومات والوفود المشاركين في هذه القمة، تم رفعها بعد انتهاء اجتماعات تنسيقية وتحضيرية استمرت على مدار الأسبوع الماضي. تتعلق هذه الملفات بعدد كبير من قضايا التي تواجه العمل الإفريقي المشترك. نتحدث هنا عن ملفات الطاقة، ملفات الأمن والسلم الإفريقيين، ملفات رفع كفاءة البنية التحتية والصحة والتعليم وتحلية المياه والاستخدامات الجديدة للطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة أيضا إلى قضايا ثابتة بشكل ثابت ودوري على كل أجندات العمل الإفريقي المشترك، سواء في القمم الدورية الثابتة العادية التي تعقد في مطلع كل عام في العاصمة الإثيوبية أديس أبيبا، أو في إطار الاجتماعات أو القمم نصف السنوية التي تعقد في إحدى الدول الإفريقية التي يتم الاتفاق على تحديد موعد ومكان انعقادها، مثل هذه القمة التي نحن بصددها. وبالمناسبة هذه القمة النصف سنوية هي قمة مستحدثة استحدثتها الرئاسة المصرية في عام 2019، تأتي لتسريع وتيرة التنسيق والتشاور بين الدول التي تتولى ملفات ورئاسات التكتلات الاقتصادية الكبرى والعمل على تنفيذ أجندة التنمية المستدامة حتى عام 2063 والخروج بتوصيات ترفع إلى القمة الدورية للاتحاد الإفريقي القادمة. إذا نتحدث هنا عن مشاركة مصرية فاعلة، سواء فيما يتعلق بالجلستين اللتين سوف يشارك فيهما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قليل. الأولى تتعلق بآليات عمل النيباد طوال الرئاسة المصرية لهذه المجموعة، يلقي سيادة الرئيس كلمة هامة تتعلق بإنجاز الخطة العشرية من خطة أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2063، وجلسة أخرى تتناول التغيرات البيئية والمناخية، وأيضا الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ كوب 27 والجهود التي تبذلها مصر بالمشاركة مع جهود التكتلات الاقتصادية، سواء فيما يتعلق بالتكتلات الاقتصادية الإفريقية أو عالميا فيما يتعلق ب المانحين وشركاء التنمية. قمة سوف ترسم خطوط واضحة للعمل الإفريقي في مجال التكامل الاقتصادي القاري، وفي مجال أيضا إنفاذ منطقة التجارة الحرة التي تم إعلانها عام 2019 كما أشرنا تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي. نعم محمد، أشكرك شكرا جزيلا علاء رشوان على كل هذه المعلومات. موفد التلفزيون المصري إلى العاصمة نيروبي من مقر انعقاد القمة الخاصة قمة النصف السنوية للاتحاد الإفريقي، أشكرك شكرا جزيلا.